لا تزال متوسعة. نقول من أفضل زرياب أنه أنشأ مدرسة لتعليم أصول الغناء والموسيقى خاصة بالأندلس وسماها دار المدنيات نسبة للمدينة المنورة، والتي عرفت ببراعة وتفوق بناتها في الغناء. ومن مدرسته هذه تفرعت مدارس أخرى في ربوع الأندلس، وتخرجت مغنيات عازفات رائدات حملنا مشعل فن زرياب. وأكبر مثال على هذا حضر معنا اليوم الفنانة ليلى بورسالي. حملنا مشعل فن زرياب الأندلسي وبلغنا إشعاعه ذهوبة أوروبا وكندا مؤخرا. لا يزال فن زرياب إلى الآن حاضر، وعند نزوح المورسكيين وبعد سقوط الأندلس حملوا معهم تلك الفنون البديعة إلى شمال إفريقيا، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا. فانتقلت كل فنونهم إلى المغرب العربي الكبير، فحافظوا عليها وتناقلوها جيلا بعد جيل إلى اليوم. ولا زال أثر مدرسة زرياب النسائية ظاهرة في هذه الفنون، إذ نجد العازفات والمغنيات حاضرات بشكل ملفت. أقول هذا لأن الآن راح تكون الأمسية والجوق الكبير الموسيقى صنعة راح يرافق، يعني هم موهبتين نسائيتين ومعهم كذلك شاب يحافظ على الموسيقى الأندلسية. فأنا ماذا بي في البداية نحيي من بوفاريك حضر معنا الموهبة الصاعدة والمتألقة ينال عكاب. أكيد على النساء، ولكن هو شاب نأمل فيه أنه يكون محافظ على الإرض الأصيل والموسيقى الأندلسية، ابن مدينة مستغانم عبد اللطيف بن دحمان. وكذلك حاضر معنا صوت جميل من مدينة بجاية المتألقة والجميلة سيليا زيد المال. في الحوزي والعروبي نتمنى لكم أوقات موسيقية ممتعة. Thank you.
ننساش الملحة أصلنا في الدنيا واللي حب كريم وحكيم اللي حب كريم Okay.
مجروح مجروح شبيه الجراح، طعن قلبي
شيل قاسي القلوب.